غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. اطرح في الأغنية متعاين في بحر الغدر يا أحمد عبد. مش دايس. ألو؟ ألو؟ سعادة الدكتور نبيل؟ ألو؟ ألو مساء الخير يا فندم. أيوة. سلام ونعمة. الله يخليك. كيف حالك يا سعادة الدكتور نبيل لوقا باوباوي؟ الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. الله يخليك. متشكرين يا فندم. سعادة الدكتور مع حضرتك أبو مريم من أمريكا، اسمي أبو مريم. كنا عاوزين بس ناخد بركة وكنت استفسار بسيط من سعادتك يا فندم. عاوز إيه؟ استفسار بسيط من سعادتك لو تكرمت، يعني لو في إمكانية. تاخد إيه؟ استفسار. كنت استفسار سعادة الدكتور نبيل، في حضرتك بالنسبة لسر مسحة المرضى، سر مسحة المرضى قرأت فيه تعليق جميل جدا في ال. طب كلمني كمان دقيقتين عشان في الباب بيخبط. طيب ماشي حاضر حاضر. ضيف واحد وخلي أغنية أحمد بتشان الجديدة لازم أفهم كورتونة كما عندي كورتون دوس نجمة. مش هيرد. هو بأسلوب ظريف، أصل الراجل كان لواء شرطة كمان، الراجل كان لواء شرطة يعني يعرف يتهرب، فاهمين؟ لواء شرطة دكتور، لواء شرطة سابق، طبعا عارف. حصريا له ملاء اورنج يخت ارحمينا بقى اغنية فوضت امري لمحمد محيي بولتون ولو عايز الكون. فوضت امري ده اللي بيقولها الكهنة الوقت ساعة الاتصالات، فوضت امري لله. كان معانا لواء مباشرة الان، اللواء دكتور نبيل لوقا باباوش، اللواء دكتور نبيل لوقا مشهور، الناس كلها تعرف من هو، اكتب اسمه ناصر، الناس كلها تعرف من هو. في نقطة مهمة كمان، يمكن كمان ما ناصر كتب اسمه اتصل بيه بسرعة ما تردش عليه. يعني ممكن الاثنين، ممكن ان هو خلع وممكن اكدوا عليه واحد اتصل بيه بسرعه من الكنيسه عند المتابعين ما تردش عليه. تمام؟ ادي اللواء الدكتور نبيل لوقا باباوي، اتفضلوا حضراتكم. اللواء الدكتور نبيل لوقا باباوي راجل معروف الناس كلها تعرف. ده حضراتكم ليه تسجيل مشهور جدا، انا عندي التسجيل. كان بيتكلم مع احد الشيوخ بيقول انت ما تتعمد نعلقك عريان كما ولدتك امك ونعمدك. عريان مرض. التسجيل على التكسر. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.